تنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع 5000 وحدة سكنية التي أمر بها سموه خلال الملتقى الحكومي الذي عقد مؤخرا، أكد وكيل وزارة الإسكان الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة استمرار الوزارة بتوزيع أكثر من 1200 وحدة سكنية تشهد نسب إنجاز متقدمة للغاية بمشروع إسكان ضاحية الرمل على المواطنين المستفيدين. كما تابع وكيل الوزارة بأن عملية توزيع مشروع إسكان ضاحية الرمل ستستمر حتى منتصف الشهر المقبل على دفعات متتالية، وذلك لاستيعاب أعداد المستفيدين من المشروع بصورة منتظمة، مشيرا إلى حرص الوزارة على تبسيط وتسهيل إجراءات توزيع الوحدات السكنية تماشيا مع التوجه الحكومي في هذا الشأن. يذكر أن مشروع ضاحية الرمل يتكون من 4500 وحدة سكنية من الوحدات السكنية يتم تشييدها على مساحة 100 هكتار تم استملاكها من قبل الوزارة لتنفيذ المشروع، ويشمل مرافق متنوعة، مفيدا بأن المشروع من المقرر له أن يستوعب ما يقارب 30,000 نسمة بعد اكتمال تنفيذ كافة مراحله. طبعا هذا المشروع مثل ما قلت انه هو متميز جدا، هو احد المدن الخمس التي تبنيها وزارة الاسكان. طبعا احنا انتهينا الحين من بناء 1246 وحدة واللي هو المرحلة الاولى، فهذا المشروع يتكون من مراحل متعددة. المراحل القادمة ستشمل بناء 3400 وحدة إضافية وهي شقق سكنية. طبعا المشروع يتميز بوجود 9 حدائق، 5 مساجد، جامع، مركز تجاري، سوق شعبي، بالإضافة إلى العديد من الخدمات التي ترغب المشروع إلى مرحلة المدن وليس المشاريع العادية.